قبل 6 سنوات فقط خرجت أنغولا من إحدى أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، وكان اقتصادها مهدما تماما. اليوم يعيش البلد مرحلة إعادة إعمار. اليوم نستطيع رؤية دينامية جديدة نتيجة إعادة بناء البنى التحتية التي دمرت خلال الحرب. المواد الطبيعية في أنغولا بما فيها الألماس والذهب وخاصة النفط جعلتها من أكثر البلدان ازدهاراً في أفريقيا. النفط الخام يجذب بكثافة الاستثمارات الأجنبية سامحاً بذلك ببناء مراكز تجارية جديدة وعمارات فخمة، إلا أن الطبقة الغنية بالعاصمة هي الوحيدة التي تستفيد منها. في أنغولا هناك ثروات هائلة بأيد قليلة. بالرغم من النمو الاقتصادي المدهش للبلاد والذي وصل إلى 2.4% في عام 2007، إلا أن ثلثي السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. ملايين السكان يعرفون البطالة ويعيشون في الأحياء الفقيرة وفي ظروف صحية مزرية. أستطيع أن أرى التحسن في البلاد، ولكن لا أستطيع العثور على عمل أفضل. أريد أن أعرف، هناك الكثير من الأموال، ولكن إذا لم تذهب للفقراء مثلي فأين تذهب إذن؟ كما أن النمو الاقتصادي نتج عنه ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة مما زاد من قسوة حياة سكان الأحياء الفقيرة. لواندا هي واحدة من أغلى المدن في العالم. أجرة شقة متواضعة في وسط المدينة تكلف 1500 دولار شهرياً.